مساء الخير، كنت عايز اتكلم في توبيك الحقيقة بقالي فترة عايز اتكلم فيها، وبقى في من كتر ما التوبيك دي بقت انا شايف ان هي بقت خلاص، يعني من كتر ما هي بقت كومن وبقت بتعمل مشاكل، بقت حاسس ان هي حاجة فعلا. انا بقت شايف ان ده اكبر مرض ممكن يكون موجود عند الانسان، واكبر مرض اكوردنجلي بقى ممكن يورثه لعياله، وممكن it's a very big issue. انا شايف ان هي مشكله كبيره جدا، الا وهي فكره احتكار الحقيقه، ان حد يكون عنده المايند سيت والمنتاليتي بتاعه ان اللي هو معتقده، انا هنا اللي اقصده بمعتقده مش دينيا، وان كان الدين داخل في الموضوع، بس اللي اقصده اللي هو معتقده، اللي هو مؤمن بيه او اللي هو مصدقه او المعلومه اللي هو عارفها، ان هو يكون معتقد ان المعلومة دي صح. طيب لحد هنا ما فيش مشكلة، المشكلة فين؟ ان هو يكون معتقد ان دي صح وان الباقي كله غلط. example مثلا، خصوصا الموضوع ده بيكون مستفز جدا، وبيكون يعني يدل على سطحية شوية تفكير اللي بيفكر كده، لما يكون اصلا التوبيك حاجة controversial، حاجة تحتمل الصح والغلط، حاجة فيها theory مش حاجة ثابتة. وإن كان طبعا الموضوع احنا شايفينه الفترة الأخيرة في مصر في الدين، وإن كان هي مش topic controversial لكن بشكل مضحك جدا يعني. بس أنا حدي examples اللي أقصده إيه، كل ما تلاقي الإنسان flexible في إن هو يسمع غيره، وإن هو يكون good listener، وإن هو يكون عنده استعداد إن هو يكون غلط، غالبا الشخص ده بيكون شخص متعلم. مش متعلم بمعنى إن هو he's well educated، لا، متعلم يعني هو السايكولوجي بتاعته والبناء بتاعه قابل ان هو يكون انسان متعلم. ليه؟ لان انت مستحيل لو انت تفكيرك ريجيد، وان انت تفكيرك معتقد ان المعلومة اللي جات لك وقفلت عليها مخك هي الصح، انت مستحيل تتحرك. ليه؟ لان انت هتبقى معتقد ان هو ده الصح، فاكوردنجلي انت مش شايف اي داعي ان انت تعمل ابديت للمعلومات اللي عندك، لا، اللي عندي هو الصح. فبيظهر بقى شوية امراض للمرض الاساسي اللي هو بتاع الاحتكار ده. اول مرض ان انت تبتدي تبقى very very aggressive في المعلومة اللي عندك لما تيجي تتكلم مع حد. وللأسف في الدين الموضوع ده بيبان ان هو تمسك، انا شايف ان هو غباء، هو ضحالة، و very 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 superficial way of addressing things. ليه؟ لان انت تبتدي تبقى aggressive، لان انت شايف اللي قدامك غلط وانت اللي صح، وما عندكش اي استعداد ان هو يكون صح، ولا عندك استعداد ان انت تسمعه، فتبتدي تبقى aggressive. تلاقي ردود الافعال بقى بتاعت مثلا اصل انت مش فاهم، اصل انت مش فاهم قصدي، اصل انت يا ابني روح اقرا في اللي انت بتتكلم فيه الاول، او الاكسبريشن الشهير اللي طبعا هو اكسبريشن ما فيهوش مشكله لكن بيتقال بشكل تهكمي، ربنا يهديك. ليه؟ لان انت ما عندكش استعداد ان اللي قدامك ده يضيف لك، انت خلاص اعتقدت المعلومه اللي دخلت وانت قفلت عليها، مش عايز تعمل حاجه تانية. المشكله فين؟ المشكله في ان الشخصيه دي والداء ده مش شخصية، هو داء، لان ممكن الشخصية دي يكون عندها حاجات تانية كويسة. الداء ده فعلا بيمنعك ان انت تتقدم. كل ما الانسان يكون فلكسبل ان هو open to other ideas، خصوصا في التوبكس اللي تحتمل كده واللي هي اغلب التوبكس، كل ما هو عمال بيعمل update للمعلومات اللي عنده. يا سيدي مش لازم تكون المعلومة اللي عندك غلط، بس ممكن تكون a narrow part of truth. انت عندك 5% of the truth، طب ما تكمل 95% التانيين. وده مش هيحصل غير لما انت تكون open اصلا ان انت شايف ان انت عندك 5%. عشان كده الناس اللي بيكون عندهم رسوخ في العلم ايا كان العلم اللي هم فيه، they are very very open to new ideas and very very open ان هم يكونوا غلطانين. مش معنى كده ممكن حد ياخد الكلام ده ان خلاص بقى، بنا ما انت open وبنا ما انت عايز تسمع الناس يبقى انت ما عندكش معتقد والvalues بتاعتك في الهواء. لا، بس انت عندك القابليه to add to these values and add to these understandings، خصوصا لو التوبيك اصلا بتسمح بكده. يعني تخيلوا ان حد مثلا اتعلم فيزيكس من 300 سنه وكان عنده المبادئ بتاعه الفيزيكس، انتوا متخيلين مثلا ان تيجي الريليتيفيتي وهو ينكرها تماما بس من باب ان هو هيز نوت اكسبتنج ان في ابديت؟ ايوه، طب الريليتيفيتي دي حاجه obviously it makes sense، طب اسمعها. لا لا لا، انتوا مش فاهمين، الموضوع ده مستحيل يكون صح. انا شايف يا جماعة ان الموضوع ده لازم نتجنب ان احنا نعمله مع اولادنا، وطبعا مع نفسنا، بس it's very important مع الولاد.
ما ينفعش ان احنا نعلم الولاد ان المعلومه اللي بتاخدها نمبر 1 مسلم بيها، ونمبر 2 ان المعلومه دي ما فيش بعدها. They have to be flexible people. They have to be people open to knowledge. انت النهارده اتعلمت مثلا ان انت تشتغل ما فيش مثل حاضر في ذهني دلوقتي، بس انت اتعلمت ان انت تعمل حاجه بالطريقه الفلانيه، وانا علمتها لك وانت اتعلمتها. يا سلام بقى لما نبتدي ندخل في شخصياتهم، ان خلي بالك ممكن يكون في طريقه احسن تعمل بيها الموضوع ده، وممكن ما كنتش انا اعرفه، انت you might find it out، بس يكون هو عنده البناء السايكولوجيكال تو اكسبت فروم اذرز. غير كده فعلا الكروس ليرنينج والادوكيشن كله بيتدمر، لان هو بيعبره عن شخص اكستريملي ريجيد، صلب جدا، وما عندوش اي استعداد انه يتعلم. انا شايف يا جماعه الخصله دي لو احنا تبنيناها في نفسنا، ان احنا ما نحتكرش التروث، ما نحتكرش. وانا شايف طبعا اي ثينك ان في جزء كبير جدا بيبقى بيرسونال، ليه علاقه بالايجو، ليه علاقه من الواحد يكون شايف نفسه صح. كل واحد فينا بيبقى عايز يشوف نفسه صح، بس دي مصيبه، مصيبه ان احنا نمنع نفسنا من ان احنا نتقدم ونتعلم بسبب ستوبيديتي، ان الواحد خلاص هو معتبر. وده ممكن يكون جزء منه على فكره، ليه علاقه بالكسل، من كتر ما الواحد ما انتخ ان هو يتعلم، الريفلكس بتاعه الديفنسيف ريسبونس اللي عندي هو اللي صح. ليه يعني let's go to the bottom of the issue، انا مش قادر اتعلم تاني، يا نهار ابيض انا لسه I will open the issue واتعلم تاني واعمل update، لا قفلت على عندي. This is not the way a learner thinks. A learner has to be flexible، وطبعا عشان يبقى flexible he has to be a good listener. لازم لما تقعد تتكلم مع حد يكون بيتكلم في topic، حتى لو انت جهبس في topic دي، listen to him. ممكن يكون عنده update انت مش عارفه، ممكن يكون بيقول نفس المعلومة اللي عندك بس يديك perspective مختلف. He will add to your library. He will add to your knowledge. He will add to your understanding. وعشان كده أغلب الأشخاص اللي أنا قابلتهم كانوا أشخاص ناجحين محترمين. They are extremely good listeners. حتى لو اللي قدامه بيقول كلام في منتهى السطحية. يعني ممكن أكون قاعد مع واحد أنا بحترمه، والكلام اللي أنا بقوله يكون فعلا كلام عبيط، يعني يكون كلام بالنسبة له هو معدي الكلام ده بكتير، بس he listens. وممكن في آخر الكلام يقول لي على فكرة أنا في تيك أوي خدته منك، أنت قلت كذا كذا. اقول له ايوه بس obviously انت المعلومه دي عندك. قال لي ايوه بس انت you gave me a different perspective. فهي keeps adding to his portfolio. He keeps adding to his knowledge. He acts upon اللي سمعه ده. فثقافه احتكار الحقيقه، ان انا اعرف واللي اعرفه ده اكيد صح واللي اعرفه ده اكيد ملوش ابديت، انا شايف ده من أسوأ الحاجات اللي ممكن تكون في حد فينا، وأسوأ من أسوأ الحاجات اللي ممكن نورثها لولادنا، الريجيديتي في التفكير وعدم الفلكسبيليتي. فأتمنى أن الكلمتين دول يخلوا حد يعيد النظر في طريقة التفكير دي، وأن الواحد أصلا هو يعني يعيد النظر في الموضوع ده. بلاش أن أنت أول ريسبونس يكون لما تسمع حد بيقول حاجة مختلفة عن اللي أنت معتقده، أن أول ريسبونس يكون الأوفنس، او ان اول ريسبونس يكون الديفنس، ان لا انت بتهاجم اللي انا listen. He might ممكن يكون كل اللي انت معتقده في المساله غلط، ممكن يكون كل اللي انت معتقده في المساله غلط ايا كانت المساله ايه، وده يكون blessing ان واحد زي كده اتبعت لك وبيدي لك معلومه تعيد تفكيرك في حاجه. This will reshape you. تخيل بقى انسان عايش بالمنتاليتي دي، رايح جاي عمال يتقبل الافكار ويفكر فيها ويقلبها وينفستيجيت، وفي الاخر على قدر المستطاع يحاول يوصل للحقيقه في الموضوع ده. تخيل الراجل ده how rich his mind is. شكرا جزيلا ونشوفكم على خير.